حبيت اصور لكم طريقتي للكشري مع الصلصه الحمراء والبصل الكريسبي وصلصه الدقه على الطريقه المصريه، وكمان انا بعملهم هيك للتقديم. اذا عندكم قعده نسوان قعده بنات، بحط الصلصه بربط المعلقه على جنب وبتقدمه، بحط صلصه الدقه يلي بده بيسكب منها. كل الطريقه بالفيديو التالي. عم جهز الطنجرة اللي بدي اسلق فيها العدس. هيدي الطريقة مش الكل بيعملها للكشري، بس انا بحب حط بصلة مع زيت زيتون وزيت نباتي وقلبهم شوي لحتى تدبل كتير معي، وبس تدبل بحط مي وبطحنهم شوي بالمي، بعدين بحط العدس بسلقهم فيها مع معلقة كمون. هيدي الطريقة بتعطي طعم للعدس، بياخد طعمة البصل وطعمة الكمون، وهيدي الطريقة اختيارية، اللي بتحب تعملها بهيدي الطريقة تعملها، واللي بتحب بس تسلق العدس مع مي وملح وكمون تسلقه. هلا رح اضيف نص معلقة طعام كمون ونص معلقة طعام ملح وقلبهم وحط مي مغلية، اغليهم شي 5 دقايق واطحن البصل. هلا بغليهم 5 دقايق وبطحنهم. وهيدا العدس اللي رح ضيفه هلا اسلقه بمية البصل والكمون، غسلته وصفيته. طريقة هيدي المي، العدس هيك بياخد طعم البصل، يعني ما بيكون احنا بس سلقنا عدس وصفيناه مع ملح وحطيناه فوق الرز، هيك بيكون العدس مطعم بطعمة البصل اللي انا قلبته بالزيت وزيت الزيتون وطحنته، فبتحسوا العدس فيه له طعمة بتميزه. الاغلب بيسلق العدس مع مي وملح وبس، ما بيعمل له اي اضافات، بس هيدي الطريقه بتخلي العدس طعمته كتير مميزه، بياخد طعمه البصل المقلي بزيت الزيتون وبياخد طعمه الكمون وبيعطيكم طعم كتير طيب. وكل وحده بتطبخ الطريقه على ذوقها ومثل ما هي بتحب وبتفضلها. وبالنسبه للعدس، هيدا العدس او اللي حبته اكبر ما بيأثر. هلا انا بستناهم لحتى لي يسبوا معي العدسات، بحضر الرز مع الشعيريه وبسلق المعكرونه. وهيدي حبات العدس عندي استوت، بس بكون طعمها مميز لانها اتسلقت بمية البصل والكمون. اذا بتجربوا هيدي الطريقه بتحسوا الفرق بطعم العدس. بالنسبه للمعكرونه، لما تكون المعكرونه سباجيتي دائما بنكسرها للحبه لثلاث اجزاء، لانه الكشري دائما بتاكل بالمعلقه مش بالشوكه، عشان ما نتغلب لما نسحب السباجيتي معنا وتصير بدها تلف على المعلقه ويصير غلب علينا نقدر ناكلها بالمعلقه، لازم تقطعوها الحبه لثلاث اجزاء او لجزئين، المهم ما تضلها طويله مثل ما هي عشان ما نتغلب فيها بالاكل وقت السكب. وهلا رح صير اسلقهم سوا. بحب ضيف دايما وقت اسلق المعكرونه للكشري رشه كمون ورشه فلفل اسود، بتعطيها طعم طيب للمعكرونه. وكل هيدي الاضافات ترجع لذوقكم. بالنسبه لهيدا الشكل، في كمان اشكال تانية للمعكرونه، بس هيدا انا كنت دايما اعمله للكشري بهيدي الطريقه، وفي نوع مقطع مثل الاسطوانات صغيره كمان طيب معاهم، حطيت هيدا النوع كمان كتير طيب معاهم. هلا انا المعكرونه عندي استوت، حطيت عليهم شي ربع كوب زيت زيتون وحطيت معلقة صغيرة كمون لقلبهم سوا عشان اعطي للمعكرونة طعم، وهيدي الاضافة اختياري الكم. حبيت صور لكم ليكو المعكرونة لما تبرد عنا، لانه حطيت عليها هي وسخنة شوية زيت زيتون شي ربع كوب حسب الكمية، ورشيت رشة كمون، بس الزيت بيعطيها لمعة ما بيخلي الحبات تلزق على بعض، بيعطيها ريحة لما تكون المعكرونة سخنة، بحط عليها زيت زيتون بيعطيها ريحة كتير طيبة، بتضل المعكرونة محافظة على لمعتها وما بتخبص على بعضها او بتلزق الحبات، شوفوا كيف بتضلها زي كأنها منترة. عشان هيك انا بضيف زيت زيتون وبعطيها نكهة الكمون، بتطلع كتير طيبة مع الكشري. طبعا كل هيدي الاضافات حسب ذوقكم. هلأ الشعيرية للرز بحمرها بمقلاية على جنب وبصفيها، لانه الرز المصري بده تقريب 3-4 دقايق بالزيت والسمنة ليطلع معنا مفلفل ونثري ومش خابص، فدايما عشان الشعيرية ما تحترق معي كتير انا بقلبها بالزيت على جنب لحتى تتحمر معي وياخد اللون المطلوب للشعيرية، ساعتها بصفيها وبضيفها مع الرز بعد ما اكون قلبت الرز المصري كتير كويس، وانا نقيته من شي نص ساعة مع ملح خشن وشوية خل ابيض. وهيدي الشعيرية بعد ما انا حمرتها صفيتها من الزيت، وهلأ ببلش حضر الرز. بس حمى عندي الزيت وقدحت السمنة، رح ضيف الرز المصري اللي انا صفيته. حطيت الرز وهلأ 3-4 دقايق رح قلبه بالزيت والسمنة، كل ما قلبت الرز المصري مع زيت وسمن كل ما اعطاكم حبات مفلفلة اكتر وما بيكون خابص ونثري. هلأ حطيت الشعرية اللي قلبتها بعد ما قلبت الرز 3-4 دقايق وما تركته عشان ما يلزق بأرض الطنجرة، منضلنا نقلب فيه. عم بقلب الرز مع الشعيرية اللي انا قلبتها على جنب وصفيتها من الزيت مع معلقة صغيرة كمون وملح، رشة بسيطة حتى فيكم تلغوها فلفل اسود،
ما في داعي له، وفيكم تحطوا رشه بسيطه. هلا الرز اتقلب مع الشعيريه والزيت والسمنه، راح احط المي المغليه بيرتفع بس ربع اصبع عن وجه الرز، بس يغلي المي ويبدا الرز يتشرب وبخفف، بحط فوطه على وجه الطنجره وبتركهم لحتى يستوى. بالرز المصري بنقلبه بس وقت نص وقت الطبخ، بنقلبه مره او مرتين، ارتفاع المي ربع اصبع عن وجه الرز. هلا الرز بدا يشرب المي، شي دقيقتين بخفف النار وراح اغطيه. انا بحب دائما احط فوطه على الطنجره افضل لحبس البخار، وبيطلع الرز عنا نثري اكثر. بعد 8 دقائق للرز المصري على النار، بنقول لهيدي الطريقه عم ننهض الرز، يعني عم نخليه ما يصير مستوي من تحت واللي على الوش مش مستوي، فقلبوه تقليبه وحده. وهيدا الرز شوفوا ما شاء الله مش خابص ابدا. بالنسبة للبصل الكريسبي في له اكتر من طريقة، في ناس بتغليه بمي مغلية شي 3-4 دقايق وبتصفيه بتقليه، بتصفيه كتير كويس وبتنشفه بمنشفة وبتقليه بزيت حار وغمير بتحطن على دفعات. في ناس بتعملوا هيك شرايح بهيدي الطريقة، لازم نفرطن عن بعضن ومننزلن قد ما فينا نرققهم ومننزلهم دفعات بزيت حار وغمير، مع التقليب المستمر بصيروا كريسبي. في ناس بترش عليهم طحين، بنتركهم شي 10 دقائق بالطحين، رشه بسيطه ما بنكتر لانه الطحين بيحرق، بندعكهم فيها وبنقليهم بزيت غمير. مثل ما انتم بتحبوا تقلوا البصل وتحضروا له الكريسبي اعملوا. هلا انا جهزتهم شرايح رقيقه وراح احطهم بزيت حار وغمير ودفعات، وببلش اقلبهم بالمعلقه لحتى يصيروا عندي كريسبي. اهم شيء انه انا افصلهم عن بعضهم البعض، والزيت بده يكون غامرهم كتير وبده يكون عم يغلي سخن لدرجه كبيره، وهيك بده يكون الزيت لما نحط البصل فيه وبننزلهم على دفعات وبنفرطهم بايدينا. وهيدا البصل الكريسبي بدون طحين بعد ما قليته وحطيته بالمصفاية، وهيدا لونه. وهيدي اول طبقه من المعكرونه حطيتها بالصحن يلي بدي اقدمها فيه بالصينية مثل ما انتو بدكم. وهلا بوزع الرز فوق المعكرونة، وانا العدس هون صفيته بس بده يكون سخن. حطيت العدس اللي سلقته فوق الرز والمعكرونة، وحطيت على وش الكشري حمص انا كنت سلقيته مع مي وملح وكمون، وهلا باقي دور اني احط البصل الكريسبي. هيدا الكشري بالشكل النهائي للتقديم. احنا بنحب البصل يكون زيادة فيه، وكمان بقدم على جنبه بصل زيادة للي بده. وانا احيانا اذا كان عندي ضيافة بحب احط الكشري بهيدي الكبايات وبرتبهم طبقات، وبحط الصلصة بعلب صغيرة وبقدمهم فيها. حبيت صور لكم هيدي الطريقة للتقديمات، هيدي الكبايات فيكن تحطوها لاي تقديمات عندكم بعد الظهر لرفقات بناتكم لاولادكم. بتكون كبايات الكشري بتحطوا المعكرونة والرز والعدس والحمص والبصل، بحط الصلصة بهيدي الطريقة وبربط المعلقة، أي معلقة فيكن تحطوا المعلقة جوا الكباية، وبقدم صلصة الدقة بأي صحن عندي مناسب للسكب يلي بده بحط منها على الكشري، وبتكون فكرتها كتير حلوة للتقديم. من وصفة بسيطة، من طبخة بسيطة، مكوناتها متوفرة بكل بيت وبكل مطبخ، فينا احنا نعمل تقديماتنا وتكون من ضمن الاكل بعد الظهر اذا عاملين معجنات ورق عنب، فينا نحط كبايات الكشري كتير طيبة معاهم. وكل وحدة وذوقها بالتنسيق وبالتقديم وبالترتيب. وهيدي صلصة الدقة بتتقدم على جنبهم. وهيدا الشكل النهائي لتقديم الكشري مع صلصة الدقة مع البصل الكريسبي مع كبايات الكشري للتقديمات مع الصلصة الحمراء.